هذه صور يبلغني الزملاء الآن بأنها على الهواء مباشرة لقصف إسرائيلي على مخيم جنين. القصف عنيف للغاية، وقد لا تبدو الصورة مختلفة عما يجري في قطاع غزة وإن كانت بدائرة أقل أو بوتيرة أقل، لكنها على ما يبدو، وهذا ربما ما يخشاه كثير من الفلسطينيين، أن يكون الأمر متحولا إلى كرة الثلج المتدحرجة التي ستكبر شيئا فشيئا، باعتبار أن هناك مخاوف من أن يمتد الأمر آية إلى عملية عسكرية موسعة. كما نتابع في هذه الصور المباشرة وكما نسمع من دوي هذه الانفجارات أو هذا القصف الإسرائيلي، يبدو أن هناك قصف مكثف وعنيف على جنين الآن، وهناك اشتباكات كذلك في جنين في الضفة الغربية منذ الصباح، وربما لم يتوقف هذا القصف الإسرائيلي. كما قلت أحمد منذ قليل، عدد الشهداء في الضفة الغربية بأكملها يتزايد يوميا. حملات الاعتقالات كما قالت مراسلتنا منذ قليل لا تتوقف يوميا، وألسنة الدخان ها هي تتصاعد من هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من جنين. الآية الأصوات في الخلفية، هذا صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عزيز، هذه الطائرات التي تعرف فلسطينيا بالزنانة بحكم ما تحدثه من صوت بهذا الشكل، وهذا يعني أن هناك تغيرا ما حادثا في نمط التعامل الإسرائيلي، نمط تعامل قوات الاحتلال مع الضفة الغربية. وبالمناسبة هناك أصوات من حكومة بنيامين نتنياهو كانت تقول أنه لا يجب النظر إلى الضفة الغربية باعتبارها في مأمن أو تشكل خطرا أقل مما يشكله قطاع غزة، وبالتالي كان هناك دعوات متتالية للتصعيد في مدن الضفة الغربية المحتلة المختلفة، وإن كانت جنين هي التي كانت ومنذ بداية العام 2023 العام الجاري كانت جنين المدينة والمخيم هي صاحبة حصة الأسد في الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على القطاع. لكن قبل قليل كان هناك أصوات إطلاق الرصاص من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من جانب عدد من الشبان الفلسطينيين التابعين لما يعرف بكتائب جنين، أو تحديدا كتيبة جنين وبعض الكتائب الأخرى التي دأبت على الاشتباك مع قوات الاحتلال في توغلاتها المتتالية في مخيم جنين وفي المدينة أيضا. الواقع يقول أن الضفة الغربية دائما ليست بعيدة عما يحدث في قطاع غزة، حتى نرى تصريحات على سبيل المثال أنتوني بلينكن كما ذكرت أنت منذ قليل، هي دائما تذهب إلى التخوف والقلق من أو مما يحدث تحديدا في الضفة الغربية. كما ذكرنا منذ قليل، الضفة الغربية ليست بمنأى عما يحدث في قطاع غزة، هناك قصف مكثف على مناطق متفرقة كذلك في الضفة الغربية، حملة اعتقالات موسعة كذلك تشهدها الضفة، فدائما هي ليست بمنأى عما يحدث. وكما قلت أنت منذ قليل، ربما هذه الصورة ليست مخالفة كثيرا عما نراه من صورة مباشرة كذلك تأتينا من قطاع غزة من تواصل القصف الإسرائيلي المكثف. لكن المؤكد أن الساعات 48 المنقضية كانت تحمل تطورا لافتا في طريقة التعامل الإسرائيلي في مستوى الخشونة، في مستوى التصعيد، في محاولات الاقتحام، والصورة عن يسار الشاشة كانت لافتة للجبات العسكرية الإسرائيلية التي كانت قد نفذت عملية التوغل أو الاقتحام الجاري، وهذا ربما نموذج لعدد من الشباب الفلسطيني غير الفصائلي غير المنتمي إلى تيار أو إلى حركة أو إلى فصيل، وهو يقوم بمحاولة صد هذه العمليات، عمليات التوغل. ونحن نعيد التأكيد بأنه فقط في حصيلة لعلها ربما تكون قد ازدادت خلال الدقائق القليلة الماضية، كنا قد وصلنا إلى رقم 7 شهداء فقط في بضع ساعات من ساعات النهار مع عدد آخر من المصابين، مع بعض التقارير أيضا التي كانت تشير إلى إعطاب بعض الآليات أو الجبات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت عمليات التوغل. وهذه هي الصورة عن يسار الشاشة، نتحدث بعيدا عما يجري في يمين الشاشة من مستوى تصعيد كبير للغاية على مستوى القصف، على مستوى استخدام المسيرات حتى وهي كانت حاضرة في مدينة وفي مخيم جنين خلال الأيام الثلاثة المنقضية. لكن ما يجري في جنين أيضا يقول بأنه وما يقاس عليه كذلك ما كانت تقوله دانا من عمليات التصعيد والتحرشات المستمرة من جانب المستوطنين مع شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، وكأن كل الانتقادات التي سيقت في حق الحكومة الإسرائيلية بأنها هي التي أججت موجة العنف هذه عبر سلسلة الاستفزازات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة تكرر وبصورة نمطية تقريبا في هذه. وربما كان هذا التساؤل الموجود دائما أحمد عند بداية هذه الحرب، هل تقوم إسرائيل أو هل يقوم نتنياهو بفتح أكثر من جبهة عليه في هذا التوقيت تحديدا؟